يوهو، هذا ممتع جداً. أوه خوسيه، أنا أظن أنها ستمطر عما قريب. من الأفضل أن ندخل. أوه لا، أريد أن أبقى في الخارج قليلاً بعد. خوسيه، هيا إلى المنزل. حسناً، حان وقت الدخول إلى المنزل. خوسيه، يجب أن تجفف نفسك بسرعة حتى لا تمرض. لا، أنا بخير. لماذا ترجف كثيراً؟ يا إلهي، إن الجو بارد للغاية. بارد؟ هذا غريب جداً. دعني أقيس حرارتك. حرارتك مرتفعة، يبدو أنك أصبت بالزكام. وكيف بإمكاننا معالجة الزكام؟ دعني أفكر. ببعض الدواء. ما هو طعمه؟ طعمه كالدواء. لا لا، أريده بطعم الفراولة. ليس لدينا دواء بطعم الفراولة. إذن أنا لا أريده. أتشو. إذن سأعطيك هذه الحقنة، ستشعر بوخزة صغيرة. أنا لا أريد حقنة. اهدأ خوسيه، لن تؤلمك. حسناً، إذن لما لا تأخذها أنت بنفسك؟ لأنني لست المريض هنا. ماذا لو أكلت القليل من الحساء؟ هذا يجب أن يشفيني. هذه فكرة رائعة، لكن إن لم تنفع فسوف أعطيك الحقنة. تفضل. لذيذ جدا. أي أي أي. ماذا بك خوسيه؟ إن حلقي يؤلمني جدا. أوه خوسيه، أنت حقاً لست بخير. يجب أن نهتم بك، وإلا لن تقدر على أكل كل الأشياء التي تحبها. حقاً؟ حتى الكعك أو المثلجات؟ لا. أوه لا، أريد أن أصبح بخير سريعاً. سأهتم بنفسي. الدواء الذي يشبه طعمه طعم الدواء، سأتناوله إذا كان سيجعلني أفضل. والآن حساء دافئ لتصبح أفضل. إنه لذيذ جداً. دعني أرى حرارتك مرة أخرى. خوسيه، حرارتك ليست مرتفعة، كيف تشعر الآن؟ أنا أشعر بالجوع، لماذا لا نحضر حساء آخر؟ ما الذي تفعله في هذا الوقت المتأخر؟ أتيت لآكل شيئاً ما، أردت النوم لكنني لم أستطع ذلك. لدي فكرة، سأقرأ لك قصة لتستطيع النوم. رائع، أنا أحب القصص، هيا بنا. هل وجدت قصة ممتعة؟ إن الدجاج سيستيقظ بعد قليل وأنا لم أنم بعد. وجدتها،
إنها قصة رائعة. في قديم الزمان كان هناك أمير، كان يريد أن يجد كنزاً داخل قلعة بعيدة جداً، لكن كان هناك وحش داخل القلعة. استطاع الأمير أن يهزم الوحش ويدخل إلى القلعة. كان هناك صندوق كبير في الداخل، فتحه الأمير ووجد بداخله الكنز. مرحبا، هذا رائع، طعام لذيذ. خوسيه، الكنز ليس طعاماً، كان ذهباً. ذهب؟ إنها قصة مملة، من يريد الذهب وبإمكانه أكل الطعام؟ أريد قصة أخرى. دعنا نرى هذه القصة. في قديم الزمان كان هناك بيت غامض، قال البعض أنه كان مسكون. يوماً ما قرر صبي شجاع أن يدخل المنزل ويستكشفه من الداخل. وعندما فتح الباب سمع شلبشاً وقرر معرفة المصدر، لكنه أخطأ بفعلته تلك لأنه وجد شبحاً يفعل أموراً بشعة. سيأكل الشبح هذا كل طعامي. اهدأ، ليس هذا ما فعله. لكن أنت قلت إن هذا الشبح فعل أموراً بشعة، الآن أنا صاحٍ كلياً. دعنا نجرب هذه، أظن أنك ستحبها. إنها تتحدث عن مزارع كان لديه حبوباً سحرية، زرعها فأصبحت شجرة ضخمة. تسلق المزارع تلك الشجرة، وعندما وصل للأعلى وجد عملاقاً. أين هي الحبوب الضخمة؟ خوسيه، لم تكن حبوباً ضخمة، بل كان عملاقاً ضخماً. رائع، لكنني لست متعباً بعد، هل لديك المزيد؟ لكنني متعب الآن، هذه ستكون الأخيرة، سأخبرك قصة حقيقية. كان هناك شخص يريد أن يغط في النوم، لكنه لم يكن متعباً. حسناً، هذه قصة مملة. وفي الليل لم يكن هناك ما يفعله، الشمس كانت نائمة وكل شيء هادئ، لذلك شعر بالتعب الشديد وغط في النوم. إن خوسيه ينام فقط على القصص المملة. تصبح على خير خوسيه. إنه وقت أكل الكعك المحلى. أنا أحب الكعك المحلى. تفضل، هذا كتاب الوصفات. وصفة لصنع الكعك المحلى اللذيذ؟ أنا سأفعلها، لا أحتاج كتاباً، أعلم طريقة صنعها. هل أنت متأكد؟ لنخبز بعض الكعك المحلى، هيا لنبدأ. Thank you.
والآن حان دور الجزء الأمتع، التزيين. يا للروعة، تبدو شهية. إنها كذلك، الآن يجب تذوقها. شهية جدا. المشكلة الوحيدة هي أنها صغيرة جدا. أنا أعلم ماذا سأفعل. القطرات السحرية ستجعلها تنمو. لكن خوسيه، الكتاب لا يقول شيئا عن القطرات السحرية. ذلك الكتاب لا يعرف خوسيه الخباز، عليك أن تثق بي. قطرة واحدة لك وأخرى لك ولك. انظر لهذا، إنها تعمل. لا يبدو أنها عملت بشكل جيد. عودوا إلى هنا. احذر يا خوسيه. أي. إنها أذكى مما توقعت. لكنني ذكي أيضاً، سأقوم بإمساكه. أمسك خوسيه، يمكن لهذه أن تساعدك. لن يستطيع الهرب الآن. هناك خوسيه، على يمينك، على يسارك، يسار، يمين. انظر، أمسكت بواحد. أو لا، شرابي السحري. لدي فكرة رائعة. يا إلهي، سأتبع الوصفة في المرة التالية. هذا وعد، والآن لنعد حيث كنا في البداية. شكراً لك خوسيه. أحسنت يا جوزيه، لقد تمكننا من إنهاء كعكتك المنكهة بطعم الغيوم. مرحى، حان وقت أكلها. انتظر انتظر، لا تأكل، الكعكة لا تزال ساخنة، وقد اتفقنا على تنظيف الأطباق أولاً. انظر إلى حوض الأطباق. حسناً. أوه لا، هناك الكثير من الأطباق، لا أريد أن أقضي بقية حياتي في غسيلها. سأقوم باستخدام الكثير من الصابون لإنهاء المهمة بسرعة. واو، فقاعة من الصابون. جوزيه، انظر انظر، أخذت فقاعة من الصابون كعكتك. أعرف، الفقاعة أخذت كعكتي. ماذا؟ أخذت الفقاعة كعكتي؟ لا تفعلي هذا أيتها الفقاعة، أعيدي إلي كعكتي الآن، أعيدها إلى هنا. أترك الأمر لي جوزيه، أنا سأحلها. لدينا مكنسة هنا، سأقوم بثقب الفقاعة باستخدامها. أحببت هذه الفكرة، لكن أنا من سيفعلها، لأنها كعكتي ولأنني جائع للغاية. إنني آتٍ يا كعكتي. لم تنجح الفكرة، لقد استسلمت. استسلمت؟ إن لم ينجح معك شيء ما، فعليك أن تفكر بخطة أفضل فحسب. أعلم بالضبط ما علي فعله لكي أستعيدها حالاً.
يا كعكتي المنكهة، أنا قادم إليك. أحسنت فعلا جوزيه، لقد فعلتها، يمكنك النزول الآن. النزول؟ إن كعكتي قد بردت بالفعل، سأقوم بأكلها حالا. أو يا لها من شهية. أوه جوزيه، واو، الجو حار جدا، أريد المثلجات، لكن في مثل هذا الجو سأحتاج لصنع برج كامل. فكرة مذهلة جوزيه، سأحضر الخلاط لنبدأ سويا. لا داعي للخلاط، انظر ماذا لدي. آلة صنع المثلجات، إنها تجمدها بثانيتين، ولا حاجة للانتظار. ثانيتان؟ هذا غريب ويبدو مستحيلا. بل هذا ممكن وسترى ذلك. نضع الفاكهة هنا و سنحظى بالكثير منها. تمام. هؤلاء المثلجات كالعصير. لا أعتقد أن هذه الآلة جيدة. بل هي كذلك، إنها لا تحتاج سوى للقليل من الثلج، سأحضره حالا. الآن سوف تخرج المثلجات باردة جدا. أوه جوزيه، يبدو أن محاولتك باءت بالفشل. أول واحدة لك أنت. ماذا لو قمنا بصنع المثلجات بأنفسنا؟ فصنعها ممتع للغاية. لا حاجة لذلك، تحتاج للمزيد من الثلج، سأضع كمية كبيرة وستتجمد بالتأكيد. لقد نجحت للتو. واو، برج من المثلجات. أو جوزيه، أصبح قوامها كالمصاصة. لا مشكلة لدي، لا زلت أستطيع أكلها. لقد علق لسانك. يا للهول، ساعدني. انتظر. ركوب. إنها تتجمد بثانيتين، كان أمراً جيداً رغم ذلك. حسناً جوزيه، يفضل أن ننسى أمر المثلجات الآن. لا 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 لا، يأست من الآلة لكنني لم أيأس بشأن المثلجات. لكن ما الذي ستفعله؟ أعرف أحداً يصنع المثلجات أفضل بكثير من هذه الخردة. من؟ أنا. حسناً جوزيه، دعنا نحضر المزيد من الفاكهة.
والآن لننتظر. أحببت برج المثلجات هذا، والآن ينقصنا شيء وحيد. وما هو؟ أكله. لذيذ، يستحق عناء الانتظار. حان وقت تناول شيء ما. أنا جائع للغاية. أوه لا، لا يوجد شيء هنا. من تناول كل ما في الثلاجة هذه؟ أنت تناولتها. أوبس، لقد نسيت. هل يوجد أي شيء لذيذ آخر أتناوله في هذا المنزل؟ أعتقد أن هناك فشار في خزانة المؤن. أتمنى أنه لا يزال موجوداً. واو، على الأقل يوجد فشار، حتى أن الكيس ضخم. سأحضر بعضاً منه. هذه كمية كبيرة من الفشار. هذا ليس صحيحاً. ناهيك عن أنه لذيذ، أنا جائع للغاية. اهرب جوزيه. جوزيه، هل أنت بخير؟ ماذا فعلت؟ هذا رائع، إنها تمطر فشار، هذا ما تمنيته. بهذه الحال تناوله قبل أن يسقط على الأرض. هل رأيت جوزيه؟ لقد وضعت الكثير من الحبوب. الآن لن يتوقف مطر الفشار. يجب علينا أن نصلح ذلك. حسناً، ولكن ما المشكلة في أن يحدث بعض من هذا؟ جوزيه، أين أنت؟ أنا هنا. أين؟ لا أستطيع رؤيتك. ها هنا، أنا أعلم ما الذي علي فعله. أوف. أوف. هذا جيد يا جوزيه، لقد حللت المشكلة حلاً جذرياً. لقد أكلت الكثير، لن أتناول الفشار مرة أخرى. أوه جوزيه، أتت إلي بنفسها. صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، ماذا ستفعل يا جوزيه؟ الطماطم المحببة لدي. هذا رائع، ولكن ماذا ستفعل بها؟ سأصنع صلصة بيتزا النقانق المفضلة لدي. مدهش، وأنا أيضاً أحب البيتزا. ومن لا يحبها؟ هيا بنا. الآن أصبح لدينا عجينة البيتزا، وبقي فقط أن أقوم بمدها. والآن أصبحت العجينة جاهزة، سأقلد خبازي البيتزا. يا جوزيه، سأعلمك كيف تقوم بهذا.
قمت بصناعة بيتزا بطعم السقف. هذا ما كان ينقص، بيتزا بطعم جوزيه. آسف يا جوزيه. الآن دور الصلصة، لدينا الطماطم هنا. والآن الجزء الأهم، نقانق الكوريزو. أوه لا، لقد نفذت النقانق. كيف سأصنع بيتزا النقانق بدون نقانق؟ اهدأ يا جوزيه، هناك العديد من النكهات الغنية التي تشبه الكوريزو. بيتزا الفجل. الفجل لا. بيتزا البطيخ؟ بالتأكيد لا. هذا شيء لن تستطيع مقاومته، بيتزا الفاصوليا. بالطبع لا، أريد النقانق حصرا. جوزي، هذا كل ما لدينا. أتتني فكرة، سأزرع النقانق. انتظر يا جوزي، الكوريزو لا تنمو على الأشجار. تران، بيتزا الشيء الشبيه بالكوريزو. بيتزا بشرائح الطماطم. اكتشفت أن نقانق الكوريزو لا تنمو على الأشجار، ولكن الطماطم تنمو. واو، إنها لذيذة. أحب البيتزا شبيهة الكوريزو. قوموا بصنع واحدة بحسب وصفة جوزيه.